مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نعود بعد هذا الفاصل نتواصل معكم، والتحية لكل الذين انضموا ليتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة من صباح الشروق. لسه عدد من الفقرات والمواضيع والضيوف في انتظار أن تقدم لكم إن شاء الله. نعم طبعا أحمد، الفن عنده دور كبير جدا في القضايا الاجتماعية والإنسانية والطوارئ الصحية، والفنانين عندهم دور كبير جدا، ونحن حتكون معنا واحدة من الفنانات الجميلات جدا اللي عندهم دور كبير جدا في المجتمع السوداني، استطاعت أنها تصل لقلوب ملايين السودانيين بقربها من المواطن السوداني وبقربها من معاشه ومن قضاياه الاجتماعية. من الأحداث اليومية، نحن قبل ما نرحب بضيفتنا اللي حتكون معنا في الفقرة القادمة، خلونا نهدي هذه المادة لكل أهلنا في كسلة، ونحن فعلا حبينا عشانكم كسلة. نشوف. حبيت عشانك كسلان، خليت ديالي عشان وعشقت أرض الدكا، الشاربة من يا سلام. التحية والله لكل أهلنا في كسلة، والتحية لكل الفنانين اللي هم بيشيلوا هم الناس في كل الطوارئ الصحية والمجالات الإنسانية. يا أحمد، نعم نحب نرحب ب يعني هي مطربة ولكن صاحبة مبادرات في المقام الأول، يعني ندى القلعة، تداعت مجهودات مكتبة، كل الشباب معاها في المكتبة عملت لهم استنفار لهم كم يوم كده عشان يعملوا مبادرة يجتهدوا من خلال انه يدعموا بها كل اهلنا في كسلة. هنتعرف على هذه المبادرة بعد ما نرحب بها. نتلقى الله، مرحبا بك، صباح الخير. صباح النور يا احمد، وصباح الخير داليا، مرحبا بكم، سعيدين نلاقيك الليل في الصباح. والتحية كمان برضو لاستاذ الكبير استاذ الحلنقي. نعم، تحية واستاذ التاج مكي على الاغنية الجميلة دي. تحية لي وتحية لك يا ندى، وانت عودتينا دائما تكوني قريبة من المتلقي السوداني ومن المواطن السوداني، ليس فقط باغنياتك، ولو انه
أغنياتك ذاتها هي عبارة عن رسائل، يعني حبوبة ورجل السترة، وبرضو شاركتي في أغنية هي تروج للسياحة في السودان. كوشية. أيوة، وكثير من الأغاني. ولكن في المبادرات الإنسانية برضو ندى هي عندها دور كبير جدا، وبنحييك والله على إحساسك الجميل في أنه أنت تساندي أهلك في كسلة. قبل ما نتكلم عن المبادرة، وأنت أطلقت لها شعار جميل كده، يعني واحدة من أغنياتك في الحلوة بين قاسمة النفوس وفي القاسية شايلين بعضنا. قبل ما نتكلم عن المبادرة، كلمينا عن علاقتك بكسلة وعلاقتك بجمهورك في كسلة. علاقتي إني سودانية بها، علاقتي إني سودانية، وأي حتة أي جزء في السودان أنا بحتبر إنه مني وفيني. ما عندي جزء يعني بيختلف، يعني الشرق والغرب والشمال، كل واحد عندي أنا، وبتعامل مع كل جهات تعامل واحد. وفي النهاية أنا بحب السودان، يعني بحس بأنه أي حاجة بتهبش السودان أو أي حاجة يعني يحسوا أهلي، والما عنده خير في أهله ما عنده خير في الناس، فدواج بي أنا يعني كمواطنة سودانية قبل ما أكون مطربة. صح. يعني زايد إنه الفن هو رسالة، انت لو ما كنت بتحس بغيرك وما ما بتحس بأهلك بعدناك، ما معناته ما فيك خير، ولازم تراجع نفسك. فده شيء طبيعي جدا جدا انه الواحد يعني يحس بالحاجات اللي بيمر بها اهله، بالذات ناس كسلة. وانا متاثره ومتالمه شديد للي قاعد اسمعه، للي قاعد اشوفه عبر الصحف وعبر الانترنت والحاجات. يعني جد انا من شفت الحالات ومفتكره انه حالات مرضيه ممكن يعني عادي، لكن الموضوع استفحل وبقى الموضوع يعني فوق للعادي. عشان كده فكرتي في المبادرة. أيوة، فقررنا إنه نحن نعمل المبادرة دي مع الجمهور بتاعي. أنا دائما بخاطب الجمهور بتاعي، ودائما جمهوري أنا كنت يعني كل ما أتكلم عن جمهوري كان هو قدر يعني قدر المسؤولية. قدر المسؤولية. والحمد لله كانوا أول يوم للمبادرة هو امبارح. جميل. أنا عملت المبادرة بداية التجمع يكون وين، والتبرعات تكون في المكتب بتاعي الخاص، عشان الناس ذاتها يعني اللي بتيجي تتبرع تقابل الندى ذاتها يحسوا بمصداقية شنو التبرع. أيوة التبرع. بعدين رفضنا في حتة كده دي إنه ما بنستلم مبالغ عبر البنك، عشان السيولة اليومين دي يعني ما في سيولة بتطلع من البنك. رفضنا إنه والتحويل بتاع الرصيد. لكن كمان برضو أنا من مبارح لحد الليلة لقيت إنه في ناس من برا السودان من معجبيني في الصفحات، يقولوا عايزين يرسلوا. فأنا ما دايرة أبقى سبب أمنع شنو الناس دي تساعد الناس في كسلة. فأي إنسان يتبرع أكيد في زور في كسلة محتاج له. فقررنا إنه الليلة إن شاء الله بعد الحلقة دي حنعمل، عملنا الأرقام، حاسة دي شغالين بيطلعوا في الأرقام اللي هي بتاع تحويل الرصيد، وبيفتحوا في حساب برضو جديد على أساس يتحول فيه، ونوري الناس كلها في الصفحات نكتب لها الأرقام بتاعت الحساب وبتاعت الناس الرصيد. يتابعوا صفحاتكم الرسمية. أيوة، يتابعوا الصفحات الرئيسية بتاعتنا. طيب يعني إحنا من القلعة كنا بنشوفها في كثير من الأزمات اللي بتكون عابرة، يعني لما حصلت مشكلة الدولة، لما كان في أدوية ما متوفرة وأسعار ارتفعت انت كنت موجوده، لما اهلنا في مرابع الشريف هنا في ولايه الخرطوم حصلت لهم الفيضانات برضه كنت موجوده. في فترات كنت بتعمل حفلات جماهيريه، الان دعومات، يعني كل مره بتحاول انه الفكره يكون شكلها شويه مختلف عشان الاستفاده تكون اكبر. طيب اسي الناس قد يسالوا مكتبك او ندى ذاتها حتقدم شنو اذا كنا احنا حنشارك بقروشنا؟ هل انتم حتدفعوا ضعف المبلغ ده ولا الموضوع ده ما يعني ما انا ما حتكلم ما عاوزه تفصيل انا ما حتكلم يعني. ليه؟ اولا خليه يعني انا برضو ما سلمت من بعض من الناس، يعني من الفيديو اللي امبارح ده اصحاب النفوس الضعيفه ما زالوا هم يعني بيتكلموا. انا بتمنى يعني ليه زول اللي بيقعد يضيع نفسه في الفيسبوك في مواقع التواصل اللي يتكلم انه فلان عمل وندى عملت وسوت وما سوت، يا اخي انت الوقت ده امشي اخدم غيرك، حتى لو انت ما عندك قروش امشي مع الشباب اللي قاعدين في المستشفيات جارين ورا النازل. انا امبارح مشيت بنك الدم لقيت شباب ابناء كسلة، جمعيه ابناء كسلة، يعني اولاد ربنا يحفظهم وربنا يغطيهم. الاولاد دي تعبانين، والجهد والتعب ظاهر في شكلهم وفي ناي. اتمنى انه الناس دي تمشي يعني
تساعد كنت هي اساسا ما قادره تساعد بيدها بمالها بمالها تساعد بشنو بمجهودها. فانا دايره اوضح للناس يا جماعه الناس اللي بتنطغي دي بقول لك نظل القلعه ليه صورت ده ما كل اعمال الخير تحتاج انه يتعاملوا معاها انه ما تظهر للناس بسريه. ايوه ليه انا زولة فنانه طبعا حاخاطب جمهوري كيف حاخاطبه دائما في لازم في الصفحات لازم في العناية ده نوع من المصداقية. انت ممكن تقول للناس امشوا برا أيوة قاعده في البيت عشان يعني. الناس الجمهور الناس اللي بتحب ندى دي وفعلا والله ما خذلوني انا امبارح قاعده ساعتين في المكتب جمعت 30 مليون جميل والناس لسه ماشيه وكل زول بيجي وبيكتب وبعد ما الناس بتجي وبيجيب القروش انا طوالي بكتب الزول اسمه وامضى طوالي الامضى بتاعته للموت والحياه واللي تبرئة الزمر تحتي أنا عشان ما يوم من الأيام يعني كل زول يعرف إنه ذاته ماله ده ماشي وين. أنا دي حاجة ربنا بيزعلني منها فبتمنى إنه الناس اللي بتكسر مقاديف الناس بقول لك إنه الحاجة دي الحاجة دي ما شو أنا يعني ما محتاجة لشو عشان أنا أعمل لي شو أقول يعني تعالوا شوفوني أنا مضعونة حقنة بتاع دريب أو تعالوا شو لا عشان أنا الناس الثانية اللي بتحب ندى الجمهور ندى وأنا بخاطب في جمهوري صحيح عشان الناس تتحرك وتجي برضو الشباب عشان برضو الفنانين ونجوم المجتمع برضو أيوة. هم عندهم دور يعني هل في تواصل بينك وبين بعض النجوم عشان برضو شنو شكل الدعم اللي ممكن يقدموه في والله عندي الأخ العزيز الفنان محمد حسن حسن عندي معه مواعيد في المكتب حسن الخضر يبحيه لنا حسن في المكتب عندنا مواعيد برضو يعني هو كمان برضو والله ساهم بحاجات كثيرة وعن طريق علاقاته برضو الشباب المتحدين أيوة شديد. وحتى يعني في تبرع الليلة عبارة عن 10 مليون برضو جايبة هو ذاته جاية من أحد معارفه أو أقرباه جايبة برضو حيشاركوا بيها فده الإنسان الوحيد اللي أنا يعني من زملائك الفنانين من زملائي اللي يعني أنا 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 ما يعني أنا حاسة تفكيري كله إنه أنا بس عايزة تخاطب جمهورك يعني دايرة كان ممكن أعمل حفلة تجارية لكن الحفلة التجارية يا جماعة عشان أنا خاطب جمهوري وتعالوا عملوا حفلة تجارية والناس تجي ذاتها الحكاية دي دايرة لها زمن وقت نعم صحيح دايرة لها زمن وقت طويل عشان الـ 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 الحفلة التجارية تتعامل نعم. الناس القاعدة عيانة دي وضعها ما بيتحمل أقعد لي 10 يوم ولا 15 يوم عشان أنا أقعد أعلن للناس وتعالوا تعالوا حفلة وفي النهاية تنجح ما تنجح فعشان كده انا افضل وانا والله الحمد لله حاسه ما شاء الله في زول امبارح جاب 3 كراتين بتاعه دريبات وجاب حقن كرتونه بتاعه حقن و100 فتيل بتاع دواء بنادول والناس ماشيه لسه يا جماعه طيب الدعومات دي حطوا السلامتين يعني برضه الان اخر يوم يوم الجمعه شديد اخر يوم يوم الجمعه للحمله حاسه مر يومين احتضر جميل حتعرضوا طبعا بعد الحلقه دي ارقام في السوشيال ميديا الليله ايوه طوالي الليله طوالي حنعرض الارقام بتاعه تحويل الرصيد والرقم الحساب بتاع البنك نعم طيب برضو يعني بعدين بطلب من كل زول يعني اي زول حول على البنك حنديه برضو رقم واتساب على اساس انه الاشعار بتاع التحويل بتاعته يرسلوا لنا طوالي عشان تعرفوا هو ايوه أرسل. نعم تحت الهواء يا ندى كلمتينا عن انه طبعا الكلام عن كسل جميل والشعر عن كسل حلو كلمتينا عن أغنية جميلة جاية إن شاء الله إحنا ما عايزين نحرق ليكي عن كسل داكي ليها الشاعر الجميل أستاذ حلنجي أيوة فهي بتقول شنو بما إنه هي إحنا بنتكلم عن كسل والوضع الصحي هناك أولا بحيي وبحيي الأستاذ عماد يوسف الملحن هو للأغنية الأغنية بتتكلم بين اثنين هم بحبوا بعض فهي بتقول لي احسن نتفارق يقول لي احسن لا يمكن بعدين تزعل كسل يا سلام بتقول له ناس كسل الناس المحبوبين اولاد القاش الماهينين عين الغزلان في الروت سارحين بتمشوا شمال يتناجوا يمين قوم نسرح في الوديان يلا انا خوفي كمان يزعل توتيل يحرمنا حلاوه مويته عديل خلينا نعيش في أنس جميل الساقية تغني ونحن نشيل ونقول للنسمة الحلوة هلا نتفارق كيف أنا وإنت أهل تجمعنا محبة أعلى جبل فرقتنا وحاتك ما بتحصل ويوم تحصل يبقى الموت أسهل ولو إنت سليت أنا ما بسلم كسل المخضر الرويانة
كتلانا محنة حبانا واشتهي أعيش بين أحضانا ولو شاني القاش ما ندمانا يشفى المجروح ولو ضاق عسلة. يا سلام. طبعا احنا احسن يتفارق احسن لا يمكن بعدين تزعل كسلة. كسلة يعني حتى الحلنجي همه على كسلة هنا ما تزعل حتى في العلاقات الخاصة. والله بيحيوا استاذ حق الحلنجي رئيس جمهورية استاذ حلنجي متأثر شديد للحاصل في كسلة ودي من يعني الاغاني اللي كتبها يعني وكان هو متأثر بيقول لي انه القاش حتى شال بيتي يعني اثر عليه الأخير. وفي ناس ماتت يعني متأثر شديد يعني من النبره بتاعته وطريقته حسبيه انه هو متأثر شديد من حتى الرجل حساس جدا. ربنا يديهم العافيه كلهم في كسلة يعني على المستوى الصحي. ندى القلعه تقدم مبادره لدعم اهلنا في كسلة من جمهوره من كل السودانيين ومنها هي شخصيا في الحلو بينقاسم النفوس وفي القاسية شايلين بعضنا هو شعار هذه المبادرة. ندى الآن حتوجه رسالة لكل أهلنا في كسلة ولكل السودانيين عشان يدعموا المبادرة. بناشد كل الناس أول شيء بقول لأهلي في كسلة أنا كسلة شعبي الجمهور بتاع كسلة. كسلة دي من الولايات اللي أنا اشتغلت فيها حفلة كانت في البستان منتجع البستان وكانت حفلة يعني اليوم ذاك يعني والله أنا أول مرة أشاهد جمهور بالكمية كان في كسلة والاستقبال الجميل استقبلوني لي وحتى لما دخلت السوق ولقيت بحب الهدندوة شديد طبعا وبحب قبائل كسلة كل القبائل في السودان لكن عندي مداعبات ظريفة كده مع دروب ومع الهدندوة دي لما نمشي ليهم بحب دائما أخش البيوت بتاعتهم وأقعد معاهم حتى في بورسودان لما نسافر بورسودان بمشي حي العرب هناك لأنه معروف هو يعني ساكنين فيه والهدندة والبيجا وديل فبحبهم بحب كده طريقة حياتهم فمشيت هناك في كسل حصل لي موقف من المواقف طبعا بقول لك الهدندة وطبعا نسوانهم بيتبلموا وأنا كنت لابسة زي الـ بتاع الهدندوة التراث بتاعهم بتاع الهدندوة ولافة التوب وأي شيء شكلي بس هدندوية فبعدين ماشيين وراي اثنين هدندوة شايلين سيوف ومعي كان ثلاثة عازفين فواحد من أولاد البلد قال لي ندى أكشف وشك الناس اللي بيقولوا دي بتون والله فعلا لما كشفت وشي شافوني رجعوا يا سلام شالي سيوفهم قلت لهم حاسس انه في ناس ماشيين مع بيتهم يعني فحياتهم وطريقه طبيعتهم وحياتهم حتى بناتهم لما يجوا ماشيين في الشارع يشوفوا راجل بيقوم يغطوا وشهم كله يا سلام بالدوب يعني انا حبيت الحاجات دي من شديد ف قلنا شو كنا وقفنا حاسه في ربنا يلطف بهم يعني كلنا بندعو لهم وبنتمنى انه كل الناس يساهموا ايوه يلا عايزه انا يعني اناشد كل الناس اللي برا السودان والناس اللي قاعده هنا دي يا جماعه نحن الحملة بدت من امبارح حتنتهي يوم الجمعة الله حيانا إن شاء الله فيا جماعة أي زول بيقدر بيستطيع يجي يساعد أي زول على قدر الشيء ربنا بقدره حتى لو حبنا واحدة ما مشكلة أكيد حتنفع غيرنا فالناس كلها تجي تساعد والمكتب مفتوح في أي وقت وخطينا لكم رقم المكتب وحنديكم حصة رقم الواتساب والرقم بتاع البنك والرقم بتاع التلفون لتحويل الرصيد فإن شاء الله يا رب العالمين تلطف في حالهم وإن شاء الله يعني الحالات دي تخيف نحن ما حنقدر نعمل يعني نعالج الناس كلها لكن قدر بقدرنا عليه ربنا يعني برضو حتى لو نفع جزء أنا شايفين إنه أفضل من إنه الناس تكون قاعدة بتتفرج الفنانة الجميلة ندى القلعة صاحبة المبادرات الاجتماعية نحن بنشكر كثير جدا على المبادرة دي وإن شاء الله أنت وكل اللي معاك وجماهيرك تقدروا تساعدوا أهلنا في كسلة زي ما أنت ذكرتي بكل اللي بتقدروا عليه وبرضو تذكري بموقع مكتبك الفني عشان أي زول عايز يجي يساهم معاكم يوصلكم في المكتب يلا المكتب بتاعي اللي هو خلف المول في الشرقي عمارة مركز ندى العنبر الطابق الثاني تلفون 0-123-304-304 سوداني 0-123-304-304 سوداني بالرغم بعدين أنا عندي تحية بحية لأكثر المعجبات وأكبر المعجبات سنا وهي في مغام أمي ما مسكين حياتها المرة فاتت
وهي لما نجي ماشيه يا ندى والله انا قاعده حاسه ما نامت، حاسه بتحضر فيني يا ماما سكينه انا بحبك. والتحيه لامي الغاليه ساره علي محمد الامين، تحيه لكل امهات السودان ولكل الامهات العيانات في كسلا. أيوة انا بيك تكون وانت اماتي وربنا يديكم لنا العافيه ويطول في عمركم وان شاء الله كل سنه والسودان بخير وكل انحاء السودان بخير، ونحن كمان كسلا ما اقل دارفور ما اقل من كسلا وكردفان ما اقل من كسلا. وعارفين انه في ناس انا في الانستغرام شايفه انه بيعلقوا انه يعني انه مفترض انه مساعدات، انا دايره اوري الناس يا جماعه نحن اولاد البلد نبعد من العنصريه يا جماعه. أيوة. نبعد من العنصريه نحن، انت غرباوي انت شمالي انت من الشرق انت من الوسط، في النهايه انت سوداني. انا ما بدعامل نضل القلعه ما بدعامل معاكم كأجزاء، أنا بدعامل إنه أنا سودانية وإنت سودانيين. لما نطلع برا السودان نحن كلنا بنتكلم إنه نحن سودانيين، ما حقول أنا من الشرق ولا أنت من الغرب، ويا ريت كلنا يا جماعة ننسى العنصرية دي ونكون حبايب ونقف مع بعض، وأكيد يا جماعة السودان حيمشي لخير ويمشي لقدامك. والله دي يعني دي أجمل عبارة إحنا ممكن نختم بها الفقرة دي، إنه كلنا نحن سودانيين والسودان بيقوم بأدواره تجاه أبنائه وتجاه أيضا الآخرين. نحن شاكرين لك جدا ندى القلعة لحضورك، شاكرين لمبادرتك، ما قعدت تجينا في الغونة بس بتجينا برضو بالخير وبالمبادرات لل